بالنسبة لإطلاق بطاقة الشفاء أولا في نسختها الثانية، أولا وجب التوضيح بأن هذا الأمر يأتي تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية رقم 42، التزام متعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد. هي بطاقة جديدة تتمتع بمجموعة من الخصائص سيتم سردها، فقط يجب الإشارة بأن هذه المكتسبات التي توفرها البطاقة الجديدة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا هي نفسها تلك المكتسبات التي توفرها البطاقة في نسختها الأولى، أو سواء فيما يتعلق بالدواء في إطار نظام الدفع من قبل الغير، أو العلاج لدى ممارسي الصحة الخواص. الخصائص التقنية لبطاقة الشفاء في نسختها الثانية هي تتمتع بتكامل تقني عالي مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وأسهل، مساحة تخزين أكبر وخوارزميات تشفير أقوى. تحتوي شريحة البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه، أيضا 400 آخر دواء مسلم وهو ما لم يكن متاحا بالبطاقة الأولى، نظام عالي لتشفير المعلومات، إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة، مدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، جودة المواد التي صنعت منها البطاقة في نسختها الثانية بحيث تحميها من التلف، إمكانية إدراج معلومات إدارية وطبية إضافية هامة تخص المستفيد على غرار جنسه والفئة والأمراض، وتحديد الأحقية في التكفل بالأمراض طويلة الأمد لتأمين ناجع عند استعمال البطاقة، مع إمكانية إدراج الرمز الخاص الكود بين. النسخة الجديدة تتمتع كما قلنا بتقنيات أمان جد متطورة، مما يضمن حماية أكبر للمعلومات الشخصية للمؤمن لهم اجتماعيا، لا سيما وأن هذه البطاقة فيها كل البيانات الإدارية والطبية الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا. يعني باختصار يمكن القول أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية هي الملف الطبي والإداري الإلكتروني للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه.